تكتسب كل طاعة تقوم بها، فلن تؤجر إلا على ما احتسبت. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هي دي القضية. ومن النهاية احتسب. احنا قلنا قبل كده وانت خارج رايح المسجد انوي انك انت كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، انوي تكسير سواد المسلمين في المسجد، انوي انك تاخد 27 درجة بتاع صلاة الجماعة، انوي الصلاة خلف الامام، انوي التأمين خلف الامام فيوافق تأمينك تأمين الملائكة فيغفر لك، انوي انك انت نيات كثير. نويت ليك، ما نويتش مالكش حاجة. قل لي يعني لو واحد خرج من البيت راح صلى في الجامع وما نواش النيات ديك مالوش حاجة؟ مالوش حاجة. يعني ايه؟ كأنه ما صلاش؟ لا، مش كأنه ما صلاش، وإنما تسقط عنه الفريضة. ربنا ما يسألوش يوم القيامة انت ما صليتش ليه؟ تسقط عنه الفريضة، لكن ما خدش حسنة تانية، ما خدش أجر حاجة تانية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما للحصر والقصر، لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت. نويت ليك، ما نويتش مالكش. طيب بالمناسبة نيات الصيام، أنوي إيه بالصيام؟ أهي نمرة واحد، أنوي السياحة، انوي انك انت بالصيام بتبيع نفسك لله. قال الله جل جلاله: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرحمن ومجاهد وحسن الحسن والضحاك وعطاء وابن جرير: السائحون هم الصائمون. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين: سياحة هذه الأمة الصيام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ثم ذكر 10 صفات لهؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم، منهم السائحون الصائمون. يبقى أنت انوي، وممكن الكلام ده ينفع للصيام بكرة، انوي ان انا هصوم بكرة سياحة، هصوم بكرة علشان ابعت نفسي لله سبحانه وتعالى. نية كمان تاخد، نية كمان خد، نية كمان انك تقوم بعمل لا مثيل له. قال صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أتشبث به بعدك، فقال صلى الله عليه وسلم:
عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له. فأنت هتصوم بكرة ليه؟ بنية إنك بتعمل عمل مفيش زيه، لا مثل له. نية كمان، أنك تعمل عمل لله. قال الله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فأنت بتعمل العمل اللي هو لله، ترجو جزاء الله. قال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بتنوي انك بتعمل عمل لله بالصوم، يعني الصيام ده بتاع ربنا، الصوم لي. ايضا تاخد نية كمان؟ طب معاك حاجة تاخد فيها؟ هات قلبك، مش هديك غير في قلبك، قلبك حضر قلبك. نية كمان، أن تنوي بالصيام أن يغفر الله فتنتك يا مفتون، أن يغفر الله فتنتك يا مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. الحديث متفق عليه، حديث حذيفة لما سيدنا عمر سأله عن حديث الفتنة قال له الحديث ده. يبقى اللي ابتلي بفتنة في أهله في ماله في ولده في جاره، تكفير الفتنة دي انك تصوم. فانوي بصيام بكرة تكفير هذه الفتنة، يكفرها الصيام. خد نية كمان، انا عايز اكتب واحد اللي هي ايه؟ انك بتبيع نفسك لله. اتنين، انك بتقوم بعمل لا مثيل له. تلاتة، انك تعمل عمل لله، الصوم لي. اربعة، تكفير الفتنة. خمسة، مغفرة ما تقدم من ذنوبك. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وانا صراحة كل ما اقرأ كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه انبهر، يعني كل الذنوب اللي فاتت اتمسحت بأستيكة، شيء عجيب جدا، شيء عظيم جدا، ان كل اللي فات ينمحي مرة واحدة. الله اكبر، والله حاجة تستحق ان احنا نهتم بيها. اصل البلاوي السودة اللي فاتت دي على مدار السنين مصيبة، فالواحد لقى عمل يشيل كل اللي فات، يمحو كل اللي فات، يزيل كل اللي فات، يطهر كل اللي فات، ينظف كل اللي فات، يعني يبقى من جديد انسان جديد، ده شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا يستحق ان يعمل. فصيام الثلاثين يوم يعمل كده، قيام الثلاثين ليلة يعمل كده، قيام ليلة القدر لوحدها يعمل كده. ستة، طلب الشفاعة يوم القيامة، ان الصيام يشفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن ورمضان يشفعان للعبد.
يوم القيامة يقول القرآن أسهرته الليل فشفعني فيه، ويقول رمضان أظمأته النهار فشفعني فيه. فإنوي بصيامك لرمضان إن ربنا يجعل رمضان يشفع لك يوم القيامة. يوم القيامة هتبقى محتاج حد يساعدك، حد يقف جنبك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكله هيفر منك يقف جنبيك القرآن والصيام، دول اللي هيقفوا معاك يشفعوا لك. الصيام يقول يا رب شفعني فيه، ورمضان يقول يا رب شفعني فيه، فواقفين يحموك يسندوك يدافعوا عنك. احنا قلنا 6 شفاعة الصيام، 7 اغتنام صلاة الله عز وجل والملائكة عليك. يقول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله لو تحب ربنا، والله لو تحبه لفزت فوزا عظيما. وكان بالمؤمنين رحيما، هو الذي يصلي عليكم. شوف قد ايه ربنا كريم، يصلي عليك. سبحان الله العظيم. اذا حبيت ان ربنا يصلي عليك في خصلة خاصة بالصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. سبحان الله العظيم. اللي بيسحر ربنا يصلي عليه والملائكة. تاخد واحدة كمان لله مع الصيام، يبقى تخلي تفوز ان ربنا يصلي عليك هو ملائكته 2 في اليوم. المرة الاولى او ممكن 6 مرات في اليوم، المرة الاولى لما تسحر، المرة التانية لو صليت الفجر على يمين الامام. ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. لما تروح تصلي في الصف الاول على يمين الامام، الله وملائكته يصلون عليك. ما معنى صلاة الله عليك؟ رحمة، ان يرحمك. يا رب ارحمنا يا رب. 8 ان الصيام يبعدك عن النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. جنة يعني وقاية وحماية، درع. الصيام يبقى درع يحميك ويحافظ عليك. فانوي بانك لما تصوم ان ده حماية. اللهم اني احتمي بك فاحمني، اللهم اني الجأ اليك فاحفظني، اللهم اني اعوذ بك فاحرسني، اللهم اني الوذ بك فامنعني، اللهم حل بيني وبين من يؤذيني، اللهم رد عني من يكيدني، اللهم دبر لي من يدفع عني. ده كل ده نيات وتستجن بها وانت صايم. الصوم في الصيف، اليومين دول يومين صيف، يورث السقيا يوم العطش. قال ابو موسى الأشعري، والأثر ده صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عليه رحمة الله،
إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. النهاردة لما تعطش وشفايفك تجف من العطش وحلقك ينشف وريقك ينشف لله وتحس بالعطش، يبقى حق على الله أن يرويك يوم القيامة. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ يبقى الناس غرقانين في العرق وريقهم ناشف يوم القيامة، وانت الملك بيسقيك. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والله إنها لجنة في الدنيا أن نستمتع بالرجاء والطمع في فضل الله يوم القيامة. فضل عظيم من الله علينا إن احنا نستمتع، إن أنا أتصور كده وأنا قاعد، يا سلام لما سيدنا النبي يسقيني بإيده في الموقف من حوضه يوم القيامة. لما تصور أن الله يسقيني، الله، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكرا لسعيك وعملك وجدك. عندنا 9 الصيام في الصيف يورث السقيا يوم العطش، 10 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. أما صيام الشتاء ده غنيمة باردة، يعني سهلة بدون حرب. 11 انوي بالصيام أن تدخل من باب الريان إلى الجنة. في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل بعدهم أحد. مش عايز تحجز، مش عايز تحجز لك باب تدخل منه من القيامة، تحجز لك باب تكتب اسمك على باب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى منها أحد؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. يا سلام لما نيجي يوم القيامة كده وقدامي أبواب الجنة 8، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 أبواب، وأنا ربنا يجعلني وإياكم منهم، وأنت واقف كده، واقف هتدخل منين؟ سمع اسمك بينده اسمك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وأنت واقف اسمك بيتنده من 8 أبواب، وتختار تدخل على مزاجك. ادخل من الباب اللي يعجبك، 8 ابواب بتوعك. عايز تخصص باب، فرصتك اهو انك تكتب اسمك على باب الريان، لا يدخل منه الا الصائمون. 12 حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الكلام اللي انا بقوله ده تنويه دلوقتي عشان تصوم بيه بكرة. يعني انوي بصيام بكرة، انا هصوم بكرة يا رب
عشان ترزقني حسن الخاتم. ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فأنت يمكن تموت بكرة، من يدري؟ تعرف لو مت النهاردة تروح فين؟ تفتكر تلاقي ربنا راضي عنك؟ تفتكر تلاقيه بيحبك؟ تفتكر لو مت النهاردة ربنا يقابلك وهو يضحك، ولا تلقى الله وهو عليك غضبان؟ انوي بصيام بكرة ان يختم لك بالجنة. 13، ان تغتنم الدعوة التي لا ترد عند الافطار للصائم دعوة مستجابة. فعند الفطار ليك دعوة، قول يا رب تيجوا نتفق ان احنا نصوم بكرة، وعند الافطار ندعي كلنا دعوة واحدة ان ربنا يجمعنا جميعا في سوق الجنة. ده متفقين. عايزين نتفق حاجة كمان، ان نصوم بكرة وعند الافطار ندعي دعوة واحدة ان يرفع الله الغمة عن جميع الامة، ان ربنا يدخل رمضان بالفرحة والبهجة على بيوت المسلمين كلهم، ان ربنا يرفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، ان ربنا يؤوي المشردين من المؤمنين، ان ربنا ينصر المجاهدين المستضعفين، ان ربنا يفك اسر المسجونين ويفرح بهم اهاليهم قبل رمضان، ان ربنا يجبر بخاطر المحرومين على رمضان، ويدخل ربنا يدخل رمضان بالفرحة والبهجة على كل بيوت المسلمين. قولوا يا رب. ايضا 14، ان تكون من الابرار. ان الابرار لفي نعيم. الابرار هو هم درجات، الدرجة الاعلى السابقون المقربون، والدرجة الثانية الصالحون الابرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم ابرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأئمة، ليسوا بأثمة ولا فجار. 1810 الصحيح. جعل الله، ده دعاء ممكن تدعيه لحد، تقول له ايه؟ جعل الله عليكم صلاة قوم ابرار، عليكم يعني لكم يعني معكم يعني، صلاة يعني دعاء، دعاء قوم ابرار يقومون الليل ويصومون النهار. فاللي بيصوم النهار يبقى من الابرار، ليسوا بأثمة يفعلون الاثم المعاصي الذنوب ولا فجار. ايضا، ودي تبقى نمرة 15 بقى، النية 15 في الصيام الحصول على الفرحتين الموعودتين. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، اذا افطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. شوف، في الدنيا بيفرح بالفطار، يوم القيامة يفرح بالصيام. 16، تطيب ريحك. مش أنا قلت لكم إن كل واحد في الدنيا دي له طعم وله ريحة؟ كل واحد في الدنيا دي، كل إنسان، كل بشر، تحس في ناس كده ريحتهم حلوة، وفي ناس طعمهم حلو.
تحس ان طعمه حلو وريحته حلو. وفي ناس مهما تطيب تلاقي ريحته مزنخة وطعمه مر ما تعرفش ليه. الدليل على الكلام ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. فالقرآن بيطيب الريح والصيام بيطيب الريح. الصيام يخلي ريحتك حلوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم حين يمسي أطيب عند الله من ريح المسك. انوي بالصيام أيضا، صيام رمضان ولي 17، اغتنام ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. هتتعجبوا لو قلت لكم ان بعض الناس قال ان ليلة القدر بتتنقل مش في 10 الأواخر بس، ممكن تبقى في اول رمضان. وان كان القول ده ضعيف، والراجح مطلقا انها في العشر، في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، الا ان الانسان برضو زي قلنا النهاردة التقوى والاحوط، فاحترس من اول ليلة في رمضان ابحث عن ليلة القدر. 18، انوي ان تكتب من الصديقين والشهداء. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. انوي بالصيام أن تكون من الذين أنعم الله عليهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات 5 وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. الحمد لله، مش انت بتشهد أن لا إله إلا الله؟ اشهد، قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بتصلي؟ الحمد لله، مواظب على الصلاة، بسيبش فرض في الجامع. أديت زكاة مالك؟ الحمد لله، ما عنديش فلوس ولا علي زكاة. صوم رمضان وقوم، يبقى أنت من الصديقين والشهداء. خد نمرة 20 بقى، ودي الأخيرة في النيات. ماشي يا عم 19، احنا هنختلف على واحدة، اديك 20. 19 بيتخانق يقول لي 19، ماشي 19 مش مدني ده انت. انا اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان ترفع درجاتك في الجنة ويكون لك السبق. مات رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخر أخوه سنة بعده ثم مات، فرؤيا في المنام أن من أخر سنة في درجة أعلى من الذي مات في الأول وكان قد مات شهيدا. فتعجب الصحابة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم،
قال أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ أليس قد صام بعده رمضان؟ يبقى عشان صام رمضان، رمضان واحد زيادة طلع فوق أخوه اللي مات شهيد، فصوم رمضان يرفع الدرجات في الجنة. تلاقي نفسك فوق، انوي انك بتصوم عشان ربنا يرفع درجتك في الجنة. اخوتي ادي 19 20 نية هكتفي بيهم لان الوقت بدأ يأزف وعايزين نكمل